وإلى الضفة الغربية المحتلة، حيث استشهد 3 فلسطينيين بينهم ضابط في الأجهزة الأمنية، وأصيب 10 آخرون، وذلك برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في الضفة الغربية والقدس المحتلة. واندلعت المواجهات خلال المداهمات التي قامت بها قوات الاحتلال في مخيمات دولكرم وقلنديا شمالي مدينة القدس وبلاطة شرقي مدينة نابلس، إذ تشهد الضفة الغربية منذ الليلة الماضية تصعيدا إسرائيليا لا سيما في مخيم قلنديا، فضلا عن اقتحام مدينتي توباس وبيت لحم وقلقيلية. هذا وقد أفادت مصادر أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي على سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني أثناء توجهها لإسعاف مصاب في مدينة قلقيلية، بينما منعت قوات الاحتلال طواقم الهلال الأحمر في بيت لحم من الوصول إلى عدد من المصابين.